مرحبا، اسمي الدكتورة ياسمين العامر، أنا دكتورة أسنان عامة، وصفحتي على الإنستغرام دكتورة ياسمين العامر. اليوم حضرنا الدورة مع دكتور أحمد، كانت الدورة بعنوان الحضور الرقمي المميز لدكاترة الأسنان. جدا استفاديت من هذه الدورة، أول مرة أحضر دورة أو كورس من هذا النوع، ضافت لي جدا، غيرت طريقة تفكيري، علمنا الدكتور شلون الأدوات والطرق اللي تغير طريقة تفكيرنا، وبنفس الوقت شلون نقدر نطبقها بالعالم الرقمي حتى نكون دكاترة فعالين أكثر، نوصل معلومة للناس بطريقة أسرع، ونكون مفيدين بالعالم الرقمي. فشكرا للدكتور، وشكرا للشركة المنظمة، واستفاديت جدا من هذه التجربة.